فما نقص كبير وسيرتو في الجي، سيرتو في الجي. تو انا بار اكزومبل البارح مشيت باش ناخذ جيل ما لقيتش في الفارماسي، والفارماسي معبيه وفما اولوفات قاعده تستنى وما فماش جي متوفره. فما الاستعمال مره واحده، فما اللي يصنعوها باش تغسلها كل مره، فما كل مره كيف متوفرين بالجيل لي غون بافيت. متوفره في بلايص ومش متوفره في بلايص اخرى. حاجه اخرى لا كاليتي ديفير دان لو ان اوتر. كنت ناقصه شويه توا ولات متوفره. متوفرين المواد الوقائيه موجودين. انت تدخلي لهنا انت يعني المواد الوقائيه متوفره، ماهيش متوفره في الفارماسي. الاسوام اسافوار انت ومكتوبك، فما ناس تلحق باش تاخذ وفما ناس 8 9 10 اجيال انواع واشكال. الاسعار تختلف من بلاصه لاخرى، فما ناس معناها ما تستغلش وفما ناس تستغل، كي تلقاها يبيع وحده كل شيء البري تلقاها بصراحه مش في المتناول. انا اسهمات مختلف 3500 اقل حاجه هكا ولا دونك مش في متناول الناس الكل. فاني نشري عندي صغار تقرا وتمشي، ونشري جيل ونشري كمامات، معناتها متناول الاسهم تريم ما ثماش، معناتها السعر عاليه الفوق ولا حاجه ما ثماش خلاص. فما اللي نجم يمشي كيما نقولوا الغاليه وعنده، المهم يحافظ على روحه ما يمرش بالكورونا حاشاك، وهو مريض ولا مش مريض. وفما اللي ما يقدرش يشري بافيت اللي على قد ظروفه. ب 2500 اختي هذه بافيت. هاي ديجا هاني مقطع شفتها ب 2500 تغسلها تخليها هكا، باش تاخذ الاخرى مره تستعملها مره برك تاخذها ب 2000 فرنك من الفارماسي. البافيت والجيل ولا حق طنجره. ريت انت باش طيب طنجره ب 15000 تمشي تشري بها الجيل والبافيت نتاع نهارية. تو البافيت سامحني 2500، وسامحني وزاد كان باش ندخل بك في موضوع اخر، فما بافاتات بعثينها اعانه لنا نحن يبيعوا هنا نحن لهنا في تونس ب 2500، نحب نعرف علاش. مش معقول واحد بيعمل 2500 والاخر ب 2800، وهي شريخه صغيره باش يغطي بها. اما علاش ما يعملوش رميز مثلا فارماسية عنده بار اكزومبل 10% عمره ينقص فيه عليه؟ واذا فما بريسيون من الفارماسي راه فما بريسيون ما وراء الفارماسي. فما شكون ما يقدرش على باش يشريهم هذوما الكل، فما استغلال للمواطنين الكل. نقترح الضمير انسان يكون ضمير ويكون نظيف، اخدم فهمتي بضمير، اخدم نظيف وطبق وبحول الله جزاك تولي تاخذ زوج جزاءات، جزاء تاخذ شريتك وجزاء قدام ربي خاطر خدمت نظيف. كل شيء لازم نعملوا عليه رقابه، مش كان الفارماسيات، مش كان كل شيء، تو فماش حاجه من غير رقابه راه. اكثر حاجه هي الوعي نتاع المواطن، الاكثر والاقل، قداش باش يبقوا يراقبوا يراقبوا يراقبوا. سكت الفا ونطق خلفا، وقت يجي السيد وزير الداخليه يقول التحليل نتاع الكوفيد ب 210 دينارات، اذا كان عممناها الحكايه خلت وجلت، شكون اللي عنده 210 دينارات اللي باش يعمل تحليل؟ تسيبونا ما عندنا حتى شيء في تونس، نبداو واضحين، لان هذا الكل احنا وصلناها للمواصله دي البلاد.